مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير بكل الحب. اسمحوا لي أني أرحب بنجم الجيل، نجم الشباب، نجم الأغنية الرومانسية. بكل الحب بقول أهلا وسهلا بفنان النجم تامر حسني. أهلا وسهلا فيك معنا بالأردن. الحمد لله على السلامة تامر. أهلا بك يا لارا، والله يسلمك. يعني شو بدي أقول لك، نورت عمان. هاي مش المرة الأولى اللي بتزور فيها عمان، لكن المرة الأولى في مشاركتك في جرش. الحقيقة أنا جيت قبل كده وعملت من أجمل الحفلات اللي عملتها في حياتي، وببقى فرحان وأنا بغني قدام الشعب الأردني. زي ما أنت شفتي بيستقبلوني إزاي، وهم أخواتي وأهلي وحبايبي، أنا بحبهم جدا، ربنا يحميهم. يعني ما بيبقاش عندي حاجة أقولها غير إن أنا بدعي لهم وأقول ربنا يفرحهم زي ما بيفرحوني دايما. وإنما بقى جرش مهرجان عظيم، من أكبر وأجمل المهرجانات في العالم، وحاجة كلنا بنفتخر بيها، وأنا فرحت إن هو يعني رجع تاني، وكان حلم ليا ولأي مطرب على فكرة بيبقى نفسه يقف على المسرح ده ويقابل الجمهور الكريم ده، فأنا مبسوط إن أنا هقابلهم إن شاء الله. يا نايا مفيش أصلي، ما عنديش في الحب هزار، يا نايا بلاش وما تحسبهاش، ما فيهاش أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أخ يلا. يا نايا مفيش أصلي، ما عنديش في الحب هزار، يا نايا بلاش وما تحسبهاش، ما فيهاش أعذار، أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا سافتها دينا فوق. لو حد مش باقي كلام يلا، انا مش مطلوب، انا ممكن اقلب مطلوب، لو شفتك مع غيري يا ويلك مش هبقى. تامر طبعا يمكن اللي شاهد المنظر في مكان إقامتك شاف العدد الكبير من المعجبين اللي بانتظارك، وبكرة إن شاء الله رح يكون على المسرح الجنوبي العدد أكبر وأكبر. أدي الفنان يعني بينبسط وبحس بالفخر لما يشوف هاي الأعداد الكبيرة من الفنانين، وأدي بتعطي من الجمهور، وأدي بتعطي نوع من المسؤولية زايد، يعني إذا بدي أسميه لود أو حمل عليك أكتر. في البداية طبعا بحمد ربنا على ده، بشكر دعوات أمي وأبويا لأن هي دايما اللي ورايا، وإن كنت دايما بحب إن أنا أذكر إن ورا النجاح ده مش مجهودي بس، لا في رضا الوالدين. ده كلام بقوله من قلبي بجد، ونفسي أي شاب أو أي بنت أو أي حد بيسمعني يبقى عارف إن ورا نجاح تامر دعوات أمه وأبوه، دي حاجة مهمة جدا، ورضاهم فوق أي حاجة. بعدين بيجي اجتهادي واخلاصي في العمل وحبة الناس بتيجي، لان مستحيل يبقى بيحبوكي قوي قوي كده وانت مش بتحبيهم قوي كده، فهم بيحسوا ان انا بسافر وباجي وبقف بتصور معاهم حتى لو تعبان. يعني انا لسه جاي من حفله المغرب، طبعا بشكر الجمهور الكريم في المغرب على استضافه على الحفله الكبيره، الحمد لله الحمد لله بشكرهم جدا. ومن المغرب نزلت مصر تقريبا، قعدت 5 ساعات كده في المطار وبعدين جيت على هنا. فقد ما الواحد تعبان قد ما بيحس على قلبه بيبقى زي العسل لما بيشوف الناس فرحانه بيه وبتحبه كده بينسى اي تعب. ومسؤوليه انك طول الوقت تبقى عايزه تعمل لهم حاجات عند حسن ظنهم، وتقول لهم حاجات كويسه، تشاركيهم في احزانهم في افراحهم في احلامهم اللي جايه، تقولي كلمه ممكن تفيد حد. انا دايما بحب اركز على فكره المشوار والنجاح، وممكن الواحد يبقى سنه مش كبير قوي بس يعني التحقيق اللي حصل في الفتره، المجهود اللي حصل هو مجهود. يعني في ناس ممكن تتخيل ان هي صدفه او الحظ ده، لا هذا كان سؤالي لك، انه يا ترى من لما ابتديت مشوارك، وهو يعني ما ابتدى يمكن من وقت كتير طويل، لكن مقارنه بالنجاح والنجوميه اللي انت فيها اليوم، كنت متوقع تامر صراحه؟ الحقيقه ما كنتش متوقع ده، بس انا كنت بحلم وبتمنى وبطلب من ربنا ان ده يحصل. يعني ما كنتش متوقع ان حجم الشهرة ده ممكن يجي في السنين اللي انا مريت بيها، كنت متخيل هيبقى يجي بعد فترة اكبر. بس الحقيقة انا عملت حاجة جديدة شوية، يمكن هي متعبة، ان لو الحجم العمل في حياة الفنان ممكن ياخد في اليوم بيشتغل 4-5 ساعات، انا ممكن اشتغل 15 ساعة 20 ساعة. فيمكن هو ده اللي وفر معايا سنين واخلاصي. والمجهود المضاعف بالوضع العادي بياخذ من حياة الفنان كثير،
بوضعك انت اكيد اخذ اكثر من حياتك الخاصه، اخذ كل حياتي، بتحس بالظلم شوي، اخذ كل حياتي. انا ظالم نفسي، ويمكن بقول ان على قد ما هو حلو ان الانسان يتعب كتير عشان يحقق في وقت اقل، انا عندي عقده اسمها الوقت. لو ركزنا في الوقت ان احنا ناخد بالنا من الوقت، هنحقق حاجات وهنحقق بسرعه وهنوصل فانا بالنسبه لي، انا بتكلم عن نفسي، انا عندي حاجه اسمها الوقت، عامل الوقت ده في حياتي. بحب ان انا اشتغل على طول واجتهد على طول، ما ينفعش اقعد فاضي. يعني في ديتيلز في حياتي، يعني لو قلتها لك ممكن تضحكي، مثلا الجيتار في حياتي مثلا موجود في كل حته في البيت، مش عايز اذكر اماكن في البيت بس فاهم انت بقى، في كل حته في البيت، يعني بحيث ان انا ايه لو قاعد فاضي في اي حته هتلاقيني مثلا في المطبخ بقى، في الحمام، في اي تلاقيني، يعني على طول قاعد بفكر في اي حاجه، بشتغل بفكر اشتغل. فده يمكن وفر معايا وقت جامد، بس عمل حاجه ثانيه اللي هو ايه، انت بتختاري بقى حياتك. يعني انا حياتي الشخصيه تقريبا ما فيش حياه شخصيه. تحققت عالمية بخطوات جريئة وبخطوات ناجحة جدا، رغم كل محاولات المطربين العرب بأي بلد عربي للوصول للعالمية، لكن أنت يعني ما بعرف إذا يصح أني أقول تربعت على عرش المطربين العرب مع العالمية. كمان هذا النجاح كيف اشتغلت له؟ من زمان وأنا أحلامي يعني ملهاش سقف، ملهاش حدود. يعني وأنا من أول ما بدأت أغني وأنا حاطط في دماغي إن لازم يجي وقت إن شاء الله يعني وحقق فيه الحلم ده، إن أنا عندي نفسي يبقى الموسيقى بتاعتنا ولغتنا تطلع بره. يعني حضرتك لو شفتي في بعض البروموهات ليا أنا وسنوب، سنوب دوغ ده ملك الراب في العالم، يعني الراجل نطق عربي، وفي الأغنية مغني عربي ومغني على الريتم بتاعنا، يعني الأغنية R&B ومغني على في بارت كده مغني على المقسوم، الريتم المقسوم اللي هو الطبله بتاعتنا فهو الفكره انك مش يعني مش الموضوع انك تغني مع حد، الموضوع انك تغني مع حد ايه، يعني اغنيه اسمها السيد، يعني منتهى الثقافه العربيه، يعني فاهمه الفكره انك بتغني ايه، وهل تحولتي ولا لا لما سافرت هناك يعني. فلا، الفكره انك بتطفي بشخصيتك، ثقافتك ومزجتك ولغتك على اللي بتتعاملي معاه. ما تتعامل مع مطرب يعني مشهور بالطريقه هاي في اوروبا او في العالم، يعني يمكن احيانا شوي الفنان العربي بيحتاج شويه مجهود اكثر حتى يقنع هذا الفنان انه يشاركه، فكيف انت اقنعته؟ الحقيقه في شركه يونيفرسال، يعني انا بحييهم طبعا وبشكرهم على اختيارهم ليا ان هم ينتجوا لي كمطرب عربي. بعتوا لي من فتره يعني ان هم حاسين ان يلا بقى الستيب الفاضله لك ان انت تطلع تبقى انترناشونال، وقلت لهم ده في دماغي فعلا، واتكلمنا في شويه بنود لغايه ما يعني ما وافقنا مع بعض يعني على كل البنود، وبداوا ان هم بيقدموا للفنانين بره. تامر حسني من الميدل ايست، من افريقيا، من الوطن العربي، من مصر، المطرب ده. فالفنانين لما بيشوفوا حياه الشخص ده او اعماله بيوافقوا، فاهمه؟ شافوا الحاله فحسوا ان هم ينفع يعملوا ده. ولما قعدت معاهم كمان انا يعني المفروض يعني الحمد لله دارس موسيقى وفاهم انا بعمل ايه كويس، فلما بقعد بتكلم معاهم كميوزيشنز يعني فاهمين في الموسيقى بينبسطوا ان هم طبعا بيحسوا اكتر، وان انا عندي حاجه عايز اقولها، مش ان يلا اغنيه وخلاص، لا ده في مبدا عايز اقوله، في لغه عايز المطرب اللي قدامي ينطق لغه بلدي، مش انا بس اللي هقعد اقول، يعني في حاجه انا شايلها معايا ممكن ما تتفهمش دلوقتي، ممكن اللي انا بقوله ده ما يتفهمش دلوقتي بس ممكن يتفهم بعدين. بدي اطلب منك قبل ما ننهي تقول لنا حياه او يوم في حياه تامر حسني لجمهورك ومعجبينك، بس كيف بتقضي يوم في حياتي؟ بقضيه ازاي يعني؟ من الصباح الى المساء مع الجيتار. هقول لك حاجه، مش هاخد في التفاصيل بين الانسان وربنا عشان ما بقاش انا يعني، اكيد الانسان كلنا يعني كلنا كل واحد مراعي مناطق معينه في حياته بيعملها، سواء اهلي، حاجات اسس في حياتي، وبقول برضو هي دي السبب ورا نجاح تامر، مراعيها طبعا، مراعي شغلي، بشتغل ما بتكلمش كتير، كلامي كله في شغلي، ما بتكلمش كتير، ما بردش دائما كتير. اصحاب الصمت هم الاكثر على الاداء، رغم ان ممكن الناس تبقى عايزه تخليكي تتكلمي وتطلعي وتقولي وتردي
عملك ايه بتتكلم عنه؟ بشتغل 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 بس بعشق شعب الاردن، وعمري ما هنسى استقبالهم ليا في كل سنه جيتها. وعمري ما يعني انا بحس بحاله، الحقيقه عايز اقول لك انا بحس الحاله دي في الوطن العربي، ويمكن بقول الكلام ده في كل بلد، بس يعني اعذروني، هو الحاله اللي حاصله بيني وبين، مش عايز اقول جمهور، هم اصدقائي واخواتي، وانا بحس ان هم اخواتي، انا بشوفهم، انا بشوف ناس كتير بحس ان هم يعني هم شبهي مثلا اكتر من اخويا يعني، فبحس في شبه حتى في الشكل، في يعني في تاثر وفي حاله كده بحمد ربنا عليها. بشكر امي ودعواتها وابويا، وبشكر كل المحبين اللي بيدعوا لي وواقفين جنبي. فبقول لهم انا بحبوك جدا، شعب الاردن شعب محترم وغالي جدا على قلبي، ومبسوط عمري ما هنسى استقبالاتكم ليا ولا الفرحه اللي بتحطوها في قلبي، ودايما بقول ربنا يفرحكم على قد ما انتم بتفرحوا. عايزك تطمن قلبه على حاله، واحلف له ان مفيش في الدنيا حد في جماله. بالنهايه بس بدي منك تتوجه لمشاهدين برنامج سهرة الخميس، ومنك تحيه لمشاهدينا بسهرة الخميس. من قلبي لمشاهدين سهرة الخميس، بحبكم جدا جدا جدا، وتشرفت ان انا اطلع التلفزيون الاردني في برنامج سهرة الخميس، وتشرفت ان انا قابلتك يا لولو. شكرا. وربنا يوفقك يا رب ويوفقنا جميعا يا رب، ونشكركم جميعا. عمرها حصلت لك دي تبقى لسه شايف حد وانت لسه ما تعرفوش؟ ايوه ما تعرفوش، بس نفسك تجري عليه تحضنه وتنام في عيني، وانت لسه ما تعرفوش، ايوه ما تعرفوش. انا بقى حسيت ده معاك، انا بقى طلباني هواك. عارفه ايه طلباني هواك؟ عارفه ليه طلباني هواك؟ عشان في ناس مش عارفه طلباني يعني. لازم نقول شو معنى طلباني هواك، لانه فسر لي اياها. طلباني هواك انه قلبي طالب هواك يعني، او روحي.